على غير المتوقع، عملية بسيطة تسببت بوفاة ابن جورج وسوف. وعلى الرغم من إعلان نجاح عملية تكميم المعدة، إلا إن وجهه تعرض لنزيف داخلي أودى بحياته. كان من المفترض أن تكون عملية جراحية بسيطة، إلا إن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، وتسببت الجراحة في وفاة الشاب وديع الذي وصفه والده المكلوم بدمعة العين وحبيب القلب من جوه. الوفاة جاءت بعد نقل الشاب لأحد المستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، وكان في حالة حرجة جدا. لمن يسأل فإن وديع عمل عملية تكميم المعدة منذ أسبوع، وبعدها خرج كويس من المستشفى، أحس بتعب شديد، رجع للمستشفى مرة أخرى وكان هناك نزيف داخلي. الابن المتوفي هو الابن البكر لجورج وصوف، وهو من زوجته الأولى شاليمار، وله شقيقان من والدته جورج الابن وحاتم، وله أخت من زوجة أبيه ستانيا وهي عيني جورج وصوف، ويبلغ من العمر 30 عام ويحمل الجنسية السورية وهو مسيحي. وعن مؤهلاته العلمية فهو بكالوريوس التسوق من الجامعة الأمريكية في لبنان. أما الحالة الاجتماعية فهو أعزب. بعد خبر وفاة نجل جورج وصوف، يركض جورج وصوف الآن في العناية المركزة في إحدى المستشفيات صدمة عصبية. هناك تقارير طبية أكدت أن جورج وصوف لن يستطيع أن يقوم بتشييع جثمان ابنه. خبر وفاته شكل صدمة كبيرة عليه يمكن أن تؤدي بحياته، ولذلك هو تحت العناية المشددة في إحدى المستشفيات.